الحمل فيك تقول انه يمكن هالتاثيرات منا كثير بالنسبه لك منشطه ومنا هالقد ايجابيه، بمعنى انه في احتمال يكون في بعض التاخير عندك بمطلع هيدا الاسبوع، فاعمل حساباتك قبل بوقت. الاكثر تعبا نسبيا مواليد 23 24 اذار مارس. بنتقل لبرج الثور. تعتبر اليوم مولود برج الثور من الابراج فعلا الديناميكيه يلي تتاثر بطريقه كثير منعشه بهالفول مون يلي صار امبارح. الاجواء ممتازه، يبدو وكانه طلتك كثير حلوه، يبدو وكانه في تفاهم كثير كثير سهل معك بكل اعمالك. الاكثر حظا مواليد 7 8 ايار مايو، وبدي اضيف لهم 22 23 نيسان ابريل. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء يبدو وكأنه في تنافر أو في نوع من معاكسات بتعيشها اليوم بلحظات معينة، يمكن بسبب مسألة عندك صارت بالبيت بعطلة الأسبوع، ولكن مضطر أنك تتعامل مع ظروف أخرى مختلفة تماما، فما بتعود تعرف كيف بدك تعطي أو لمين بدك تعطي الأولوية. المهم اليوم نهار في شوية توتر، لكن بتقدر تتخطى كل هالأمور بهدوءك. الأكثر حظا لأنه يوجد حظوظ حلوة عند مواليد 10 و11 حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان تأثيرات هالفولمون ممتازة بالنسبة لك، لأنه بتعطيك أو بتقدم لك خيارات متنوعة وعديدة. اليوم الجو بعتبره إيجابي جدا، وبعتبره أيضا من الأيام الأكثر حظا بهذا الشهر. تبقى المواليد يلي فعلا عندها حظ أكثر من غيرها هي 9 و10 تموز يوليو. بنتقل لبرج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد الجو اليوم بيقول لك على الهدى، خذ الأمور مثل ما هي، لكن مش إنه على الهدى إنه على مهلك، يعني خذ وقتك، لا، في تقنيات، في أوراق، وفي مسائل بدك تصححها، خاصة أوراق وأخطاء معينة معقول تصير. انتبه للأمور القانونية، ضروري جدا اتبعها. يلي عنده ظرف إيجابي أو سلبي حاليا هو 28 29 تموز يوليو. بكمل مع برج العذراء. طبعا أنت بتعرف وحاسس أنه تأثيرات هالفولمون من امبارح مشربكي عندك الأمور، وحاسس أنه في كل هالأمور فايتة ببعض، سواء كانت أمور عائلية عند الأولاد بالبيت بشغلك بحياتك الخاصة. إذا أنت بتحاول أنه تخلي الأمور مضبوطة، في احتمال أنه اليوم يمرق نهار عندك ممتاز جدا مع فرص ثمينة بتوصل لك. الأكثر حظا 25-26 آب أغسطس، 12-13 أيلول سبتمبر. كمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان بدك تعمل حساب اليوم بمطلع الأسبوع، من امبارح والجو هيك، في أجندة طويلة، في تعب، في ركض، والجو مكمل معك مش بس اليوم، في بكرة بعد بكرة وبعد بعد بكرة. بدك تعمل حساباتك، الشغل اللي عم تعمله بده يكون دقيق لحتى ما ترجع تضطر بكرة وبعد بكرة ترجع تعيد من الأول. وانتبه لمسائل صحية، لأنه كوكب الزهرة موجود حد برجك، أنت الأكثر حظا إذا كنت من مواليد 12 و13 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب نهار يبشر بتقدم بصلحة. القمر موجود اليوم وتأثيراته مفولة، موجود في بيت الحب والرومانسيات وكل الأمور اللي أنت بتخترعها يلي بتخطر على بالك. اليوم في مصالحات عمد عينك والنظر، أيضا يبدو في تقارب في وجهات النظر عمد عينك والنظر، وأيضا في نجاح وارتياح وانفراجات. 8-19 نوفمبر الأكثر حظا. بنتقل لبرج القوس. بالنسبة لبرج القوس تأثيرات الفولمون نوعا ما بتخربط الأمور، وبترجع بتعيد بعض الذكريات، ترجع بتردها، بترد يمكن خناقات وقصص صارت بالعيلة يمكن، أو أنت بتتذكرها. فأهم شيء تعمله اليوم أنه تحافظ على انضباطك، انضباط أعصابك، ما تفش خلقك أو تلقي اللوم على أحبائك، وحاول ما تغرق في دوامة من الأفكار والذكريات السوداء أو يلي بتزعلك. الأكثر ديناميكية 7-8-9 ديسمبر. بنتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي ما في حدا أسرع منك اليوم، ما في حدا أنشط منك، ما في حدا أذكى منك اليوم. تتقدم بقوة كانت جسدية أو بقوة التواصل مع الآخرين، تلمع في مهارات متعددة وجديدة وقديمة. يعني اليوم أنت شخص قادر تسرد حقك بكلمة، بموقف، أو حتى باتصال. الأكثر حظا مواليد ديسمبر. بنتقل لبرج الدلو.
بالنسبة لبرج الدلو الجو يدعو إلى توظيف الوقت بشكل صحيح وشكل حكيم، يعني مش إنه إذا نازلين على السوق معناتها كل شيء معنا بنصرفه، أو إذا رايحين مثلا مشوار أو رايحين رحلة أو حتى إذا نحن بالمكتب ما معناتها إنه أي مسألة بنعطيها وقتها وزيادة، كل شيء بده يكون مقتصد، كل شيء بده يكون محسوب حسابه اليوم، وانتبه ما تطلع من بيتك من دون أوراقك الكاملة. 8 9 10 شباط فبراير هي الأكثر حظا. بنتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت القمر ببرجك والقمر فول مون، معناتها شيء مهم لحتى مولود برج الحوت يرجع يغربل اوراقه، يرجع يغربل حساباته، خاصه بمسائل العلاقه، بكونترايات، بعلاقات اجتماعيه او مهنيه. فعمول حسابك مولود برج الحوت انت قادر على ادخال علاقه جديده او ادخال تعديل على علاقه، وتوقع بين اليوم وبكره امور عالقه تبطل عالقه وتفرح لاخبار ساره. الأكثر حظا نسبيا مواليد 7 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة كتير لافتة للنظر، لأنه بهيدي السنة واضح أنه كل تطلعاتك، كل آفاقك، كل طموحاتك العلاقة أو على كلها تتركز على محور، ألا هو محور العلاقات والشراكات، إن كانت عاطفية، إن كانت اجتماعية أو مهنية. أيلول سبتمبر، كانون الثاني يناير، أيار مايو هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، روى بتكون معنا على صحة السلامة، خليكن معنا.